ممكن يبقى عندك رفاهية، بس المهم تبقى رفاهية ملهاش حدود. ممكن يبقى عندك فيو على أحلى مكان، بس الرفاهية إنك تستمتع بيه. ممكن يبقى عندك أكتر من هواية، بس لازم تلاقي لها الوقت والمكان. ممكن تقضي وقت ظريف، بس الرفاهية إنك تقضيه مع ناس شبهك. الرفاهية إنك تختار بيت في أحلى مكان، بس الرفاهية أكتر إنك تشوف بيتك قبل ما تشتريه. في مصر إيطاليا إحنا فاهمين إن الرفاهية مش بس إنك تعيش في مكان حلو، الرفاهية إنك تعيش في خصوصية وكل حاجة تبقى إكسكلوسيف. علشان كده مصر إيطاليا بتقدم لك الرفاهية بمفهوم جديد في لانوفا فيستا، القاهرة الجديدة. مصر إيطاليا.